زي ما مروه كانت بتقول ان احنا لو اكتشفنا ان ولادنا مدخنين، قبل بقى ما اسال حضرتك ازاي نحمي ولادنا من التدخين، لا لو اكتشفنا ان ولادنا اصلا بيدخنوا انا كأم او اب اعمل معاه ايه؟ هو من الافضل اني اخد الموضوع بهدوء، يعني بلاش بقى حاله من حالات الثوره والهياج وانت والموضوع هنا ممكن اساسا يجي مع المراهق بالعند ويشرب عند اكتر واكتر. ما منعش عنه فلوس مثلا، ما اقولوش لا مش هديك فلوس، لا مش عارفه ايه، مش يعني هخرجك، هحبسك، لا حبسه كده، بس ابتدي اقعد بقى مع ابني واتكلم معاه. ولو العلاقه اساسا متزنه من الاول كنا هنتكلم من زمان ونفهم حاجات كتيره كده ونفك حاجات كتير. طيب يعني دكتور نقدر نقول ان سن المراهقه ده هو سن الكوارث وسن المشاكل عند الولد وعند البنت. طيب. وبمجرد ما بيوصلوا لسن 11 او تقريبا 11 سنه 12. بيبداوا يكتشفوا او يحسوا بنفسهم ان هم كبروا، ان هم طالما كبروا يبقى لازم يجربوا كل حاجه ويعملوا كل حاجه غلط، وتحديدا انه في ثوابت كده عند الولد انه عشان انا ابقى راجل وكبرت وشنبي طلع يبقى انا لازم اشرب سجاير. ايه سر العلاقه القويه او الربط ما بين السجاير وان هو يبقى راجل؟ الربط حاجتين ثلاثه كده بس احنا مش واخدين بالنا منهم. اولا بابا راجل بيشرب سجاير فانا عايزه ابقى زي بابا. دي حاجه. الاعلانات مثلا اللي هي بتبقى مثيره اساسا لينا احنا وللاطفال، ايه طالع بقى على التلفزيون شاب جان ومنتهى الشياكه وعربيه و ماسك السيجاره في ايديه او معاه كام بنوته جميله كده، فيعني منتهى الاثاره يعني. طب ما انا عايزه ابقى في نفس الحلم ده،